اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحبه، انا وكنتم مرحبوا بكم واجمل الترحيب، حياكم الله وبياكم في حلقه جديده من برنامج واحد من الناس اللي عودكم هذا البرنامج دائما يكون قريب ويكون يعني قريب من الجميع ويسلط الضوء على اهم المواضيع اللي تخص الناس بشكل مباشر. اليوم احنا في واحد من اهم الاماكن التاريخيه في بغداد، وهذا المكان كان يعني قبلة للزائرين وما زال مرقد الصحابي الجليل سلمان المحمدي، اللي المعلومات الدينية اللي تقول هو كان يعني واحد من الناس المقربين للرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، وكان من أهم الرجال اللي موجودين في ساحات القتال، وأيضا كان واحد من المستشارين لقضية معركة الخندق، وقريب جدا للإمام علي عليه السلام، وهو من أصول فارسية. وهذه المعلومات أكيد تاريخية، ممكن أي واحد يقدر يطلع عليها بكتب التاريخ. واليوم احنا بهذه المنطقة المهمة، المنطقة احنا زايرينها قبل فترة، وهذه الفترة مو قليلة، قبل سنتين او سنة ونص. وهذه المنطقة تحديدا اذا نقدر نسولف عن قضاياها، القضايا الاجتماعية، قضايا الناس اللي موجودة بهذه المنطقة اللي عاشوا سنين طويلة بهذه المنطقة، الناس اهل المصالح اللي بيها، الناس البسطاء اللي بيها، وبالتالي كل واقع حال نسولف فيه هو اكيد واقع حال ناس موجود سواء في هذه المنطقه او غير مناطق. تبعد المنطقه عن بغداد تقريبا 25 كيلو الى 30 كيلو تقريبا كحد اقصى. بصراحه الجهود اللي الان موجوده بهذه المنطقه هي جهود جميله جدا. اولا بالنسبه للموضوع الخدمي، هذا اللي الاحظه الان بهذه المنطقه تحديدا لانه قريب المرقد، خدميا جيده. اللي اشوفه الان ماكو مشكله لموضوعة الخدمات لانه قريبه. موضوع التبليط وغيرها، التفاصيل اللي هي ثانويه تعتبر لانه هذا مرقد. واكيد اكيد الناس اللي يتواجدون للزيارة هم يجون من أي مكان، يعني من كل مكانات يجون. عموما الحركة التجارية بالمنطقة هي طبيعي، حالها حال أي منطقة ثانية في بغداد وبعض المحافظات، لأن الحركة التجارية أصبحت هي محدودة لقضايا عديدة. القضية الأولى الدولار، صعود الدولار. القضية الثانية الناس اللي ما عندها رواتب. القضية الثالثة الأشياء المستلزمات اللي يشوفونها ضرورية جدا يتم شرائها، المستلزمات البسيطة ما يتم شرائها، التجميلية ما يتم شرائها، وبالتالي أصبحت الناس هي نوعا ما القدرة الشرائية قلت. هسه إذا واحد يسولف على العالم علينا إحنا، وهذا بشكل واضح إنه القضية مو بس الظاهر مو بس على الفئات اللي يعني المحدودة، الدخل المحدود اللي عندها. ما نظل نخوض بقضايا قضية الدولار والسوالفة لأنه الآن أصبحت الناس تعرف. ما نريد نخوض بقضية برميل النفط اليوم بيش شنو التأثير على المواطن، أيضا ما نقدر نسولف فيها لأنه بصراحة سولفنا هواية بيها، ما حد ما يديرون بال لقضية اللي تخص المواطن للأسف. يعني بهذا الوضع وبهذا الظرف الصعب، خلينا نقول بشكل أو بآخر الدولة عاجزة تماما عن تلبية طموحات مواطنينا أو المواطن بشكل عام. عموما أنا اللي لاحظت أيضا حركة الناس تجاريا بهذه المنطقة أصبح محدود، يعني مو مثل ما كانت القدرة الشرائية وبيها يعني نوعا ما قدرة شرائية تتميز بها المنطقة عن سابقاتها. نقدر نسولف أيضا عن الأمور المهمة. احنا الآن عليكم السلام والرحمة،
احنا الان اقرب نقطه ل بصراحه للمرقد، وتعرفون انه دائما يكون اكو اسواق، وهذه حركه الاسواق لانه ايضا جانب من الجوانب المهمه اللي تكون دائما قريبه للمراقد، والناس عايشه. شلونك كابتن؟ شو اخبارك حب؟ ان شاء الله زين. الحمد لله صافيه دافيه ان شاء الله. صافيه دافيه الحمد لله. والله خير من الله ان شاء الله. ان شاء الله كلها بخير. شلون الشغل؟ الشغل هاي فتره زين، طاغين رواتب وهاي. والله اكو حركه البارحه وقت البارحه زين الحركه. نعم الراتب. اي على الراتب. هسه منطقه وبها مزار ونوعا ما الناس تجيها تتعنى لها. ما يصير وهاي شوي بس بالرواتب اكو حركه. بقت الايام ماكو اي حركه. والله قد صار لك هنا قديم؟ صار ست سنين هيك. انت من سكنه المنطقه؟ اي من هنا. المنطقه شلون بالله هسه احنا اللي نشوفه قريبه نقول منطقه ما مثلا مبلطه وماشي حالها وما بيها مشاكل، بس الافرع المنطقه بشكل عام هسه هنا فرع مال السوق كلها مسدوده. صبات وهي مسدوده، سيارات تعمل فرع مال طبس. يعني خدميا يعني مبلطه المنطقه، مبلطه بيها مجاري. ايه جاهزه حاويات تفتار يعني بلديه. حلو. الكابسات خدمات بيها صباح ومساء. جيد. مدارس شلونها؟ مدارس جاهزين. اكو دوام؟ داومتوا له بعد؟ داومنا. ايه يا صف ثالث. شاطر لو نص ونص زين لو بالدفرات؟ لا زين. زين مدرستك شنو؟ كم طالب بالصف عندكم يقعدون يم؟ بس اثنين. يعني انت الثالث؟ لا كل رحله بيها اثنين. كل رحله بيها اثنين. جيد يعني ما بيها ضغط؟ لا ما بيها ضغط الحمد لله. زين والله. وشلونك الدراسه؟ شلونك الاساتذه شلونهم وياك؟ زينين. والله يفهمونكم؟ اي يفهمونا لزين. يمكن دروس خصوصية وهاي ماكو هنا؟ لو موجودة. اي دروس خصوصية موجودة. ليش والله الدرس عندكم هنا شلون؟ انا ما داخل درس خصوصي. ما داخل هو يعني موفق. حسب يعني على الكتب يعني هم ياخذون يكملون كتب واشوف ايش قد. موفقين ان شاء الله. عيني قلبي حياتي. السلام عليكم. الله يخليك ويبارك بيكم. السلام عليكم. الله يساعدهم. شلونك حمد؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين الحمد لله. الامور الله يسلمك. العافيه والله الحمد لله بخير. هن يقولون ذا العافيه زينه هي هاي كلها الحمد لله. هي امن وامان ان شاء الله الحمد لله. اليوم يومكم هسه المنطقه، اذا ردنا نسولف عن المنطقه ووضحها اللي اشوفه انا بهذا المكان زين يعني امورها ماشيه ما بيهم. والله المنطقه ان شاء الله يعني امن وامان. هي ما طول يعني اللي اذا الامن يستتبل الحالة يعني تصير طبيعية. وإن شاء الله يعني أكو زوار يجونا، منطقة سياحية منطقة دينية، فيجون هم من زيارة وهم يعني يقول لك اللي ما يزور سلمان عمره خسارة. أي فيعني مقولة موجودة. مقولة وكان أهل بغداد هو المتنفس الوحيد هي المدائن. أي فمنطقة حلوة، منطقة عشائرية، منطقة زراعية، هي سلة بغداد هي اللي تعتبر المدائن. أي الزراعة يمكنها قلت مو مثل قبل. لا بالمدائن يعني ماشيين امورهم. يعني من اهل بعده يزرع. اي بعده يزرع بس مو مثل قبل. بالضبط. اي الثروة السمكية هم عندهم اسماك من موجودة، يعني بيض هم من موجود. اي يعني شلون مثلا اكتفاء ذاتي والزايد يروح لبغداد. اسئلة بغداد. اي بغداد شوية يعني زحم عليها ومتنفس بها هواية، فاحنا هنا منطقتنا يعني حتى اذا تجي دا من يم الطاقة وانت جاي حتى الهواء يتغير لان بساتين ونهر لان المناطق المفتوحة. هسه شوف بغداد اختنقت بعد، الناس ظلت ما تقدر ما تهوى بغداد، تهوى اطراف بغداد، تهوى تريد تطلع الواقع. المدينة يعني هي انسب مدينة للمعيشة هي هاي. يعني هاي خصوصا اذا جيت انت تلقى طاق كسرى والسيد الصحابي، المكان اللي اختاروه هي المدائن هي من سبع مدن. اي فهذا المكان اللي اختاروه هو اخر شيء اللي يصلح به المعيشه. شلون كانوا يسووا هذا؟ في اللحم خلوه على سبع مناطق موجوده، فاللحم اللي يفسد اول شيء هذا يسقط من المدينه. فاخر شيء هو المنطقه اللي بنوا به القصر
كسرى بهذا المكان، هذا منطقة يعني شلون يعني يبقى بيها البشر عايش متنفس، لأن تعرف النهر والبساتين هاي تنظف المنطقة، جو يصير يعني جو صحي. خل أخذك شوية على التاريخ، لأنه الظاهر أنت ملم بموضوع التاريخ. قاعد وأحب المطالعة يعني. حياك الله. متقاعدين هسه ما أخذك المتقاعدين ووضعهم. التاريخ شو يقول عن يعني بعض المقولات اللي تصف هذه المنطقة وتصف هذا المرقد؟ لأنه أنا يعني حسب معلوماتي انه حتى العثمانيين والعباسيين او بشكل او باخر المرقد انبنى بتفاصيل دخل بها الديزاين المغربي، دخل بها الديزاين العباسي العثماني. صحيح. كان قبل يعني 1930 32 كان بس مرقد سيدنا الصحابي سلمان، البقيه كانوا يم النهر مدفونين، وين ما توفوا او استشهدوا موجودين، فنقلوهم بال 32 مع نخبه من الحكومه والعلماء والفقهاء والهذا، فجابوهم دفنوهم يم سيدنا الصحابي سلمان. اي موجودين، هاي حادثه موجوده ومؤشرفه بالصور. اي 32 32 31 32 يعني هاي حدود تقريبا. اي شنو اللي يميز المرقد عن بعض المراقد؟ اكو بي شيء مميز يعني؟ هو من أهل البيت يعني، يعتبر سيدنا الصحابي سلمان المحمدي وعلم، هو من أهل البيت سلمان لنا ومن أهل البيت، وهو يعني مشهود له بالمواقف، وخصوصا معركة الخندق هو كان يعني صاحب الفكرة، لأن الفرس عندهم هاي مال الحرب يحفرون الفنادق ولهذا، فصارت يعني فكره اخذ بها سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام عليه. صوت بهذه بقضيه الخندق، انه يعني كان من ضمن المستشارين او المشاركين. اي يعني ابدوا الاراء والاستشاره فاخذوا الراي بسيدنا الصحابي سلمان المحمدي. التقاعد التقاعد شنو وضعك؟ والله التقاعد يعني احنا يعني مظلومين بالراتب التقاعدي، يعني ما قاعد يسوونا حاسب اقراننا، يعني اقراننا دي ياخذون راتب تقاعدي يختلف عن احنا. طلعت بال 2003 طلعونا بعد الاحتلال، كنا دفاع جوي، ف يعني ما صار فرصه دفاع جوي ما موجود، فانا اريد على اختصاصي ما صار يعني، فراجعنا اخذوا قسم من عندهم والباقي صار كفاء اكتفاء ذاتي. اي وطوهم فرص لل يعني للشباب اكثر يعني، هي مو فرص يعني، مثلا انا على الاختصاص 8 سنين يلا سويت اختصاصي. اي شنو اختصاص؟ كنا بطاريات صواريخ يعني هوائيات، هاي كنا يعني 8 سنين يلا يعطينا الاختصاص، تعبوا علينا وهذا، فهي فرصه والحمد لله والشكر. بس التقاعد يعني ما يعني ما كان منصف بي منصف يعني، اساس انه اكو تعديل لهذا الموضوع، بس ما اعرف لغايه الان ماكو. والله ولا يسوون سلم تقاعد واحد موحد للعسكر وللمدني، وكل واحد يعرف راتبه واستحقاقه مو شيء صعبه. اهلا وسهلا، انا بشوفك. اهلا مرحبا، تحياتي تحياتي، حياك الله عزيزي، حياك الله. يعني احنا بصراحة جبناها على التاريخ، جبناها على قضية العمل، جبناها على التقاعد. شوف هي المسألة تتعلق بكل الأمور اللي نسولف فيها، هي تتعلق بالناس يعني بالناس بشكل مباشر. لذلك ان نشوف الحركة وتشوف الوضع العام شيء متعلق بالآخر، ولذلك تشوف ردة الفعل اللي موجودة. شلونك حب؟ شو أخبارك قلبه؟ الله يخليك. وهذه يعني جزء من اليوميات اللي نعيشها هسه، من مبدا انه منطقه ومهمه وبيها مرقد مهم وبيها تفاصيل مهمه، تاريخها مهم، ومن باب انه سله بغداد تسمى بهذا الشكل قبل قليل ابن المنطقه وقال، والتاريخ هذا كله يسجل هذه التفاصيل، لأنه عادة بالحياة اليومية اللي يعيشها المواطن هو أكيد يعرف تفاصيلها. السلام عليكم، شلونك حبيبي، شو أخبارك؟ إن شاء الله زين، إن
شو احوالك؟ الحمد لله على السلامه. الله يخليك، سلمك من كل مكان. ان شاء الله زين. اخباركم؟ مشتاقين لك. احنا وثنين تشتاق لك. والله هاي بيت بسلمان بارك، هاي قضاء المدائن نشوفها. شلونكم؟ نعم الله يخليكم. شلون عافيتك امورك؟ احنا من زمان نعرفك، وانا شخصيا اعرفك، وتواصلنا مستمر من ذاك الوقت لليوم. في دول قلبك، في دول قلبك. النشطاء المدنيين بساحه التظاهر، قناه الساكروز الفضائيه، كادرها ومصورينها ومقدمينها ومخرجينها، اهلا وسهلا بكم بداركم الثانيه قضاء المدائن. من كل الهلا بكم. شتي تعرف عن قضاء المدائن؟ والله اذا انت بعد من منطقه ومعلوماتك تكون اكبر. المنطقة من التاريخ، نشوف خلنا نسولف من تاريخها. طبعا هي منطقة تاريخية تعود رابع دولة بالعالم بالقديم، يعني هي الدولة الفارسية. يعني هاي قضاء المدائن كانت هي المحافظة مات بلاد الفارس، وهاي منطقتنا تتميز بوجود سيدنا سلمان المحمدي وجابر الأنصاري وحذيفة اليماني، هذول يعني مراقد مقدسة موجودة هنا بالمدائن، وعندنا المعلم مال طاق كسرة، وهي منطقة عشائرية، منطقة يعني صاب بها بوقت 2006 و2007 ما صاب العراق كليته، هم صار قضاء المدائن، وصار عندها مثلا أعلام مو خوش، لكن هسه قضاء المدائن مفتوحة ذراعيها لكل الناس. هسه منتزهاتها، يعني اخلاق الناس، يعني مرحبا تقول بالزائرين. هي كانت زهره بغداد، كانوا يجون من الشمال، يجون من الجنوب، كل هنا يرتاحون بسلمان باك. سلمان باك منطقه تحتها نهر دجله، هذا نهر دجله دائما كليته منطقه سياحيه، يعني اهل بغداد يدون يترفهون يجون زهره بغداد للمدائن، عشائرها واهلها كلهم طيب. هنا هسه عندنا الامن الحمد لله والشكر، الامن والامان موجود، قضى على ذيك الفتره المظلمه، الامن موجود. وهنا عندنا ناسها طيبه، اجتنا مال شغله الجفاف مالت الماء، يعني كل هالناس ساعدت، كل هالناس يعني حتى الاغذيه والنواحي الدائر مدايره كلها ساعدتها. يعني كانت هي توها جاي تذبل هاي الزهره، لكن بمعاونه اهلها وعشائرها ورجعت احسن من قبل. هنا هسه السوق مالنا شوفه، يعني ناس ببساطه. شو سوق صغير، يعني هذا امتداده وين السوق؟ يعني ها ليش؟ لان الدولار اثر عليهم، هم ناس بسطاء وهذه، لكن من يجيبون لي حاجه من بغداد من الشورجه من الاسواق يشوفها غاليه. احنا منطقتنا مو مثل نقول لك كلها ناس مثلا متمكنين او زناقين، وانما هم على قد الراتب، فهذا الراتب ما يكفيهم يشترون حاجه، ياخذون هاي الحاجه ب 500 او ياخذوها ب 1000 دينار تبشي حاجتهم زين. ويعني حتى يعني ما عندنا مول نان بسلمان باك، ما عندنا مول، لكن شوف هاي الدكاكين بسيطه وعايشين على مود الدولار. من صعد الدولار صعد كل شيء عندنا. اذا تسمح لنا كابتن، بس اذا حبيبي بس اذا طفينا اياها. اي والله زين. هسه من انا راح اسولف وياهم. راسا يسولف على الدولار، راسا يقول سعر الدولار اختلف، ولازم انا هم لازم اختلف ويا الدولار، ولازم تكون الدولار صعد من الابره للصاروخ، صعد الماده الكل، يعني الماده بالبيت، الماده مالت السيارات، الماده مالت الشغل، المعامل كلها صعدت وياه. بس احنا نقول يعني انت بالنسبه للدولار سويته مصلحه ميزانيتك لو على مصلحه الشعب، الشعب انظر على مود ميزانيتك. احنا نقول غض النظر عن الدولار، دير بالك على هذا الشعب. الحصه التموينيه هي لمده سنه 12 شهر، احنا جاي تجينا 10 الى باسم بالمضبوط، بس هسه جاي تجينا 4 يوم واحد، ثاني لا، بالثالث، الرابع لا، بالخامس، يعني بالنص ملايين الدولارات داي تروح من عندنا. والله احنا هاي الناس الفقره عايشين على الحصه همينه، وجاي تجينا الحصه هم ناقصه.
ما يعني ما افد مشكله عندنا هنا. ما استد هذول يعني الناس ترى على يوميتهم، على يوميتهم والله العظيم. هو هسه عندنا وهاي الفتره اللي مرت علينا 2007 لحد الان، ترى ماكو بيت ما في مشكله، يعني شنو شبابهم بالسجن وماكو اكثر من قناه جاي ناشدهم، يابا شبابنا راحت، نريدنا بصيص امل لهم، بس قولوا لنا بفلان سجين او نحكمه او كذا، انطونا مجال. والله فايلاتنا هيك موجوده عند النواب اللي انتخبناهم، احنا انتخبنا نوابنا واخذنا الفايلات وطيناهم اياه. اي باكر اي عقبه مو نجي. هسه تجيبتنا الموضوع مهم، عندنا هنا شقد تقريبا محتقلين هسه لحد الان اكو موجود تقريباً؟ هواية عندنا، يعني انا اقول لك كل بيت بيه اثنين والله العظيم، والملفات موجوده عند النواب. اي كلها رايحه. ايش عجب يعني ما يعني هاي التحركات مالتكم ونواب مثل ما يسوون؟ شو ما يسوونه؟ نروح نداعيهم وش اسمه نقول لهم يابا هيك وهيك وهذا جماعتنا راحه وهاي، ايش اسوي لكم؟ نروح على سجين هاي يحطونا على البصره، نروح للبصرة يقولون مال الكود، نروح مال الكود يقولون انه مال غزلاني بالموصل. يعني لحد الان ما شايف؟ اي لحد الان ولحد الان. والله تقريبا. صار من السقوط ولحد الان. والله العظيم. الشباب يعني هسه مو شياب، اذا بالسجن تروح تلقاهم شياب ما تعرفهم. هسه احنا نريد امن من عندكم، امن. المفروض يزورون. والله تجي هنا دائما النساء الموجودين هنا كاعلام يقولون ناشدنا على ولدنا، ولدنا وين راحوا؟ اريد اشوفهم مولو. مو سهل والله العظيم. باوع انا حكيت ويا مصطفى الربوعي مره السيد هاي حكى قال لهم يابا انا ابني انفقد من 2005 ولحد الان ماكو خبر. ساعه اخذ من عنده 35 ورقه قالها بالسجن مال القناه، مال المشتل وين نطرق على مال الشعب مال راجيه. قالوا هناك محتقل، راحوا وخطيها كذبوا عليه، اخذوها 35 ورقه من عندها ولحد الان من 2005 لحد الان ماكو. والله العظيم. والله العظيم. بس احنا عايشين على هذا السوق على الساعه هاي سدوا البوب وكل شيء ما سوى. يابا احنا عشتنا هنا لابقنا يقول لك علش طبيت بسجن طبيت بسجن. يابا شنو هالبوقة مالتك بقيتها؟ يابا انا بقيت هيك عشت يعني. سديت الباب قطعت الرزق عليه على اساس زيارة يومين مالك هذا سدوا الباب وش قد ناشدنا ولحد الان كل شيء ماكو مسدود. من اسمه اول يوم مال زيارة مالك هذا هاي هالايام هاي راح يصير لها فوق ثلاث اسابيع يا خمسة ايام عيني. هي من بدت شو اسمه الزياره لحد الان. زين هاي مسؤوله عنها قياده عمليات بغداد. انا صراحه جدنا وش اسمه وحكينا ولا هاي. قال العصر اجى العصر وراح الصبح وراح الليل واجى الظهر وملينا في النوب وهاي هاي شوف قاعدين هاي عشنا هذا ها شاب هسه هذا شاب نظرتك لا ابو على علاقه يقول لك ايش عندك هنا تبيع علاقه؟ تدفع لك عربانه يقول لك لا تقف هنا بهذا المكان، انا والله ماخذ هذا المكان كله الي هم اجره. فدنا. انا شاكر فضله يعطيكم الصحه والعافيه. الله يبارك والبركه بيكم ان شاء الله، ربي يحفظكم. الله يسعدك. شلونك؟ شلون عافيتك؟ احنا عندنا مناشد عبد الخالق العزاوي ولو هو البارحه استلم الوقف. زين. احنا صار لنا اكثر من سنه الخدم. اجور يوميه. زين. لا راتب ولا احد مقلبنا ولا ندري شكو. هسه النوب نريد نعرف مصيرنا، احنا مصيرنا شنو؟ زين. اي فاحنا مناشده لعبد الخالق العزاوي. اي نقول له بلكت الله يباوع علينا، يعني احنا الاجر اليومي. ايش قد عددكم انتم بالمرقد؟ تقريبا احنا المساجد متوزعين خدم، احنا يعني منظفين فلاحين تقريبا عددنا يعني اذا على العراق كله بال20,000. انا احكي عن المنطقه. المنطقه المدان تقريبا 400، المدان جسر ديالى والنهروان وال هنا يعني 150 يطلعون بهالحدود. زين. اي اجور يوميه. هسه احنا نريح حتى لو 100 ينطينا، هسه احنا جايين نشتغل عماله. في الايمان. باوع تراني شاعر وبطل عفت القلم.
وبطلت اكتب وبطلت اقرا. موتونا عمي، موتونا. الامام الشافعي ايش يقول؟ يقول هذا زمانك يا لك اعفرتع فحسبك من رتع، فاغنم من اللذات لا تترك مجالا او تدع، ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. يعني هل هل بينا يعني هسه احنا هذا حال عراقي اغنى بلد بالعالم. يعني ترى العراق برميل النفط صار ب 107، هسه احنا اخذوا ال 100 وانطونا السبعه، مو هسه اخذوا ال 100، ما نريد ال 100 انطونا السبعه. راح يوصل 130. اي مو هسه عمي احنا ما نريد، نريد حقوقنا البسيطه، احنا نريد من رئيس الوزراء، نريد من اي واحد. احنا شعب مساكين، شعب يعني شعب مسكين، يعني الشعب اللي يرضى بالحصه التموينيه مو مسكين، يعني شعبنا شعب فقير، ترى شعب واعي. لا تشوفونه نشتغل عماله واعي، كل شيء نعرف. مو لا من كد اسمح لي هسه انا اقول لك، يعني الكتب القارئه يمكن اكثر من اعمارهم، بس هذا الشرف هذا انا ما استحي من عنده. انا اعمل لو ب 10,000 وما اقول للواحد اعطيني، ولا قدمنا رعايه مفاد، قدمنا اي مفاد، يعني شو تسوي؟ هاي تنطر عن تنزل. وتدري كم طفل عندي انا؟ 5 والله العظيم. قمت شنو؟ قمت ما بروح وراي، بس امشي قدامي. والله العظيم كنت ما التفت. هاي العيشة صعبة عمي، صعبة صعبة العظيم. وقاعد اجار هسه خليجي، اي واحد بالعالم يطب البيت اللي انا قاعد بيه اتحدى يسكن بيه 4 ايام، اتحدى تحدي خوب. احنا عندنا مواسم، بالصيف العقارب هسه راح تطلع لنا، ها بالشتاء الجريديه خوب. انا يوميا عضني الجريدي وبالها، ما يصير هيك. هل هالله بالمروه. زين ايش قد اجوركم اليوميه؟ تقريبا 200 يمكن 200 الف. ايه 200 الف. ايه تغيب الجمعه هذني كل لا ماكو هسه، ماكو غياب هسه لحد الان. احنا جاي نداوم ولو هو، يعني احنا لله سبحانه وتعالى. ما يصير يعني نقول لهم ما نفرض عليكم راتب عمي، انطونا ايش قد ما تعطونا انطونا. نقبل باي شيء، نقبل بكل شيء. شاكر فضل الله والديك، الله يعطيكم الصحه والعافيه. التموينيه على مود رمضان. لا لا ما رمضان، ما رمضان ترى هي مو من عندهم، هي مو من عندهم. مو احنا قاطعين من عندنا 4 شهور. الظاهر هاي الزكاه مالتها راح يعطونا اياها برمضان. نعمه. زين وعسى من الشاي يروح عليك، تقوم تدور انت بعد شو تاكل بعد. زين هي هاي ترى مو حصه تموينيه بالنسبه لمالت رمضان، هاي صدقه تموينيه. انا اعتبرها بالنسبه لي صدقه، وهذا الشعب يحتاج صدقه. هذا ابو الخير اليوم تنكت الدين ب 45,000 اليوم. وبطل الدين، بطل الزيت صار 3.5. يعني شلون يعني شقد تشتغل؟ يعني اذا باليوم 10 اشتغلت بطل الزيت وتمنات وتقعد؟ والله حرام. يعني هذا الوضع ترى ما رضى عليه كل الشعب. في دول قلبك. اهلا وسهلا. مشهودت لك بصراحه. سلمان عمره خساره، كل الهلا بيكم وبالقناه وبجيتكم. اشكر يعني نقل معاناه اهل المدائن، وشفت اهل المدائن للعالم كله. في دول قلبكم يا اهلا وسهلا. جزاك الله خير، حياك الله. هو الحكي هوايه الاخوان من سولفوا كل التفاصيل اللي ذكروها هي يعني بصراحه. هسه عن البطاقة التموينية على سبيل المثال، يعني ما ممكن نجيب طارية، بس يعني الناس لحاجتها أصبحت لازم تسولف بهذا المنطق. هذا منطق يعني المفروض كل المسؤولين، كل السياسيين ينتبهوا له. هذا العايش على البطاقة التموينية واللي قنعان برزقه، صدقوني بالله الكريم، ناس تعيش على البطاقة التموينية وما عندهم مشكلة، يعني عيش حياته وطبيعي. فأنت تقضي على مسألة مجتمعية، مسألة صعبة، مسألة بيها الكثير من المعاني. بتوفير البطاقة التموينية أسهل ما يقدم للمواطن هي البطاقة التموينية. البطاقة التموينية ترى بسهولتها ببساطتها تحلك مشكلة. بس غريب المؤسسة الحكومية ليش ما تعير أهمية لهذه المسألة؟ غريب، لأنه ما معقولة وصلنا لمستوى بهذا الشكل ومواطننا يقول بطاقة التموينية بها 4 أشكال مثلا، أو بطل الزيت صار ب 3.5 مثلا،
او الطبيب كشفيته 50 و35 وما حد يعني، هذه كارثه. المسائل اللي تنطرح صدقوني مشاكل ما ممكن السكوت عنها، بس ما اعرف ليش غافله عنها الدوله. مو الله يرحمه الشيخ الوالي، ليش غافله عنها الدوله؟ مو هذا يحرك لك مشاعر الناس باتجاه خاطئ، شلون ما تحل هذه المشكله المجتمعيه؟ عموما السلام عليكم، شلونك عمي؟ شو اخبارك حبيب؟ شلون عافيتك؟ انا ما ها ما تحكي؟ حياك حياك، الله يسعدك حب، ان شاء الله زين. مشي الحجيه، مشي الحجيه. الله يسعدك حجيه، شلونك اليوم؟ خو مو غالي اخوي. والله هذا الدولار يعني دمر السوق. يا دولار عمي، عم ارجع له قبل، انا ما بايع التسعينات، بالتسعينات من التجار تلعبوا بالسوق، الطاغيه عدمهم، هسه شو ارجع الطاغيه عدمهم، هاي التجار عم قاعد تتلعب بالسوق. اليوم كرتون الزيت 63000، كان 28000، هسه هي الورقه صعدت لها 20000، 25 صعدت الورقه. والله العظيم ماكو يصعد، هسه احنا هاي حاجه 1000، قبل كنا نجيب الدرزن 6 7، هسه صار 11، زين انا نفس الشيء ابيع ب 1000، 1000 وربع ما حد يشتري منك، لازم تبيع ب 1000. زين شوف الحل. طالبنا السيد مقتدى قال ان شاء الله راح احكي ويا النواب وهايش ونفس الشيء، ها صارت لعبه فره، قال راح ينزل الورق، شو نزل بس 1000 ونفس الشيء هم رجع هسه 148. لا وهسه الكارثه يقول لك بعد الارتفاع ما لنا علاقه بالدولار. لان هو ارتفاع. الحرب بين روسيا واوكرانيا، احنا العراق شو عليه؟ شو من يمنع سوقنا كله قاب؟ يعني هسه كيلو تمن 2.5، بطل زيت 3.5. زين احنا شنو ذنب؟ زين وزير التجاره قال لك سله رمضانيه رمضان، وينها؟ وين السله الغذائيه؟ زين الفقير وين يروح؟ لا الفقير يظل يباع على اللحم ويدير وجهه ويروح. زين النفط صار هسه 112 مال 111 دولار، يعني احنا موازنتنا على 45، هسه النفط صار 112، زين هالفرق وين راح؟ احنا يوميا نصدر اكثر من 4 ملايين برميل. يعني ما اعرف يعني والله حساب عرب. انت خير من الله، هسه جايك وارد يوميه. ذاك اليوم طلع وزير هذا قال احنا بس اذا نطلع الفروقات مال القمارق مال الجقاير يعيش البلد، بس الفرق مال القمارق. زين هاي المطارات، هاي الطيران دا يفوت فوقنا كلها فلوس. طبعا. هذا الذهب، هذا هسه هاي كل شيء، كل شيء احنا هاي احنا هاي الزبالات انت كرم، هاي الزبالات هسه يعيدون مصنع، هسه هذا شغلات بلاستيك كله قام يعيدون هذا. صح. يعني احنا بلدنا ثري، بس ما اعرف الله وقعنا بهاي صار 20 سنة نفس الشيء من 2003 لهسه، نقول يا الله وبيكي وان شاء الله ونفس الشيء، سنة اسوء من سنة، هاي السنة يا الله ونفس الشيء، ما اعرف والله العظيم. اهلا وسهلا بكم ان شاء الله في حلقة المدائن، الله يسلمك، الله يبارك فيك، اذا ضيفوني ببيتي بعد اكون منك والله العظيم. نعم اهلا وسهلا بكم. يا صارك هنا بالمحل؟ والله احنا ابا عن جد، انا هنا بالشرطة من 2000، انا اختي خريج معهد تكنولوجيا قسم كهرباء. ما شاء الله. والله بال 2009 تخرجت. ونفس الشيء من 2009 من 2000 تقريبا بديت اشتغل، حتى 2009 تخرجت. ظليت سنه تعيين 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 ونفس الشيء. شوف التعيين. تزوجت وخلفت والحمد لله ماكو تعيين وراحت، هسه عمري راح اصير 40 بعد ما يقبلونه. ماكو تعيين وانتهت والحمد لله. شوف احنا البلد الوحيد اللي ندور تعيين. والله. لانه مصانعنا ماكو، معاملنا ماكو، وماكو لا زراعه، كل شيء ماكو هالبلد هذا، بس حايشين عنا، اذا انتهى النفط انتهى البلد هذا، بس على هالساحه النفط احنا. اي بس هاي الثوره النفطيه والله كريم. هسه ضمن اختصاصك لو مشتغل هسه الكهرباء وانا لا ماكو والله عفنا اظل احتلمنا بعد 10، انا حتى تجين بعد تعلمت على هاي المصلحة الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. اهلا وسهلا بك بخدمتكم. ما سولفت لنا عن طاق كسرة، يعني ايش عجب؟ والله ايوان كسرة يعني صحيح هو محض حضارة، بس هسه يعني متروس غبار وتراب وما معتنين به، هاي وزارة الآثار ولا يمها، يعني قالوا راح يجوا وسووا وهي شو نفس الشيء، يعني هذا لو غير دولة هذا اللي يسوونه متحف، يعني انا رحت للشمال يعني هناك اي شيء مستغلينه استثمار، احنا هناك كل شيء ماكو، يعني هنا يعني لا شوف هناك الشمال يعني سووا لك شلالات، بس شنو هي ما يسحبون من هاي شلالات صور وعالم وتروح، يعني مستثمرين. هسه احنا هذا ايوان كسره نفس الشيء، البانوراما شو اسمه المجمع السياحي، مناطق يعني صحيح ما اي يعني هسه احنا لو تجي بالجمعه تشوف العالم اللي تجي سياح، بس ما مستثمرينها، ما عندنا استثمار. هذا مزار سيدنا سلمان
من 2006 2007 على الحطه نفس الشيء، قالوا راح يكملوه تابع للوقف الشيعي ونفس الشيء هذا، وانا على حطه بس الطاوقات غيروا ديكوره، هاي الباقي الاضرحه كلها سواها الا سيدنا سلمان، ما اعرف يعني ليش ليش مو تابع للوقف الشيعي. والله هسه شو الاضرحه هاي، ذاك اليوم رحنا هذا التاج الدين ما شاء الله، رحت للكوفه الكاظميه هاي الشيخ عبد، كلها سواها الا سيدنا سلمان، ما اعرف ليش يعني ليش ما يسوونه ما اعرف، وقالوا تابع للوقف الشيعي وهذا نفس الشيء. والله اهلا وسهلا بكم، الله وديكم، يا اهلا وسهلا بكم، والله وديكم، حياتي حبيبي ورده. الخريجين يعني المسائل اللي نسولف فيها هم تمس الخريجين، وهم الخريجين اكو دور بالقضيه. شوف الاخوه الله يساعدهم، السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شيخ مبارك ان شاء الله زين، حياك الله، جزاك ما تعبان ان شاء الله، الله يسلمك، شلون الامور؟ والله الحمد لله ماشي. شلون الولية؟ الله يخليك الله يحفظك. انا نسيت اسم الكريم. ايوب. ايوب ابو ايوب، بس عندك ايوب لو عندك؟ لا عندي عباس اكبر. الله يحفظهم. يحفظكم. شلونك زين؟ الله يحفظك ويسلمك. شلون المنطقه؟ والله تمام الحمد لله، خير من الله. بن عنجد تاريخ ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. براحتك عم، براحتك. التاريخ المنطقه شلون هل والله المنطقة التاريخية؟ المنطقة تاريخية مهمة. والله هي منطقة يعني تعتبر شوف الأثرية. منطقة كان قبل الأحداث، قبل السقوط، كانت منطقة متنزهات، كافة المحافظات تجيبها. فإن شاء الله هي خير وأمان صارت بعد الأوضاع اللي مر بها البلد كله. والحمد لله خير من الله. منطقة أمينة وأمينة وأمان بأهلها إن شاء الله. وامن ان شاء الله دولتنا ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. موضوع الزراعه يمكن هي هم زراعيه المنطقه تعتبر. زراعيه منطقه بها بساتين وهاي. فتعرف انهملت لو. انهملت يعني بيها زراعة. بعد بها شيء قليل يعني. انا اقول لك هاي الظروف اللي مرت بها الاوضاع قديمه. فشوف اللي رجعت ان شاء الله. منطقه ازيدها بساتين. منطقه زراعيه خير من الله. الحمد لله. الحمد لله. موفقين ان شاء الله. جميل ان شاء الله. حياتي. تحياتي. الله يديمك، الله يحفظك. احنا حتى نطلع على الشارع الرئيسي. حليته من المدرسه شنو؟ ها؟ الله 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 الله. ها تخرب تخربط تخربط، الله يساعدك. الله يساعدك. شلون الامور؟ الحمد لله. مدرسه قاعد تشتغل؟ لا مدرسه. ها؟ مدرسه. يا صف. اول. اول متوسط؟ اي. جيد، شلون دوامك زين؟ زين الحمد لله. شلون الدوام وياك الصف والشعبه ايش قد بيه طلاب؟ شلون وضعهم؟ الحمد لله. ها؟ الحمد لله. زينين؟ زينين. شاطر لو لا نص ونص. ها؟ نص ونص. نص ونص، يعني اكو بيها مرات دفعات. اي اي. زين. ومش وضعك؟ اي. ليش ما شت حيلك وتقرش؟ عجب. لا جا اقرا والله. اي والله. مخافه ما تقرون تذبونها تذبونها بالاساتذه. لا اقرا، لا والله اقرا والله. يعني تقرا؟ اي. شاهد حيلك؟ اي. صدقني؟ والله. عاشت ايدك يا طيب ورده، موفق ان شاء الله، موفق حبيبي. طبعا انا جبت طاري انه منطقه زراعيه. والمنطقه الزراعيه بصراحه يكون بيها رده فعل على الاقل بيها منتجها منها بيها، يعني الفلاح اللي يزرع هو اللي ينزل للسوق اللي بشكل مباشر، لانه ماكو، اعتقد انه ماكو علوه وتفاصيلها حتى واحد يروح يصير بي بي بالسعر اكو مشكله، بس هو لازم المستورد ايضا موجود. عموما اللي تلاحظونه ايضا بشكل او باخر هي الاسواق ببساطتها، يعني حتى حركه الناس التجاريه مو ذاك، مو ذيك الحركه المستمرة. يعني أنت الآن أمام موضوع بشكل أو بآخر عن ال ها الله يساعدك، شلونك حبيبي؟ صح بارك الله يخليك. يلا زين أبو حفظك، شلون الأمور؟ احنا أهل التكاتك تعرف أنت بعد أهل التكاتك، والله مكروهين بالشارع وعلي كلها تركض وراك. ليش؟ يوقن مو تك تك الكاسكيت تنزلها. ها فدوي قلبك. ها مو الشعر هاي السرق. هاي بالعكس والله هنا انا بقى خال. الله بالخير عليك. الله بالخير. يمكن انت اول مره طب مدان. ليش ما طابها؟ على راس طابها على راس. بس ما عندكم تكاتك مثل ما نشوف احنا عندنا هناك. الشغل اي الشغل خرب. واحنا شفت انا استبعدك انا بزني. اي يعني ما بين عشرة والله عشرة. اي كلها تركض وراك. كلها تركض وراك. يعني توقع حتى بالتاكسي قام يحاربك على اي شيء. ما تك تك.
يعني تعال هسه يعني مثلا هو هم هم رزقه صار هم مو ذاك الاولي. اي احنا نقول كل من ياكل رزقه صح لو غلط فكفيلك الله. يعني هسه انت لا توايب واحد تكتيك تجيبها هسه احنا كلهم سواق كلها سواق انا الله الحمد لله واشكر انا وكم واحد ماخذين تكتيك كلها سواق زين هسه هذا خطيه العالم من تركض وراه يعني يوميه محجوز ويجيك هذا قبل المالك اللي كان يريد منك يوميه ورطه يا اخوي وفوته تعرف يعني تطبق هنا بالسوق قبل المطعم ما يخليك قبل البسطيه ما يخليك غيره ما يخليك كلها اطلع واطلع زين انت هسه شوف نفسك عندك شوف العالم ترى ما عاد عم واحنا شباب هسه احنا كل احنا عماله كنا صح لو غلط فاخوي رحمه على والدك احنا نطالب نطالب العالم شوي هلا هلا بالمرور على المدان ترى احنا مو جايين من الهند هم عراقيين وهم نريد نعيش وهم عندنا عوائل صح لو غلط هسه والله الولد ما مقصرين جماعة السيطرة مال مدخل مال السوق، جماعة الإمام، فاحنا ذني احنا نقول اخاف نحكيها ونتورط. يعني هاي الصبات والله ترى والله عيشتنا على الفتحة، كفة حاجة يسدوها والله عيشتنا عليها. سدت هالايام. هالايام والله سدت، اي والله احنا عيشتنا عليها. بس الوضع زين تمام ما في مشكلة حتى واحد يسد الطرق. اي هسه ترى الوضع الأمني انت شوفه بعينك. اذا شوف الوضع الأمني. ماكو مشكلة. كانت الكروة منها للدور 2000 دينار. هسه قامت ما تصرف ب 3000 تفتر به هيج تروح. تفتر هيج ورا. يعني كانت ما تكلف واكو احنا ترى عمي عيشتنا على هاي العالم والله على الزوار باوع ترى هذا السوق ما محينا ما الزوار والله السياحيه السياحه الدينيه ترى يعني حايه السوق لهاي العالم لما السياحه الدينيه ترى مو كلها تشتغل فاخ الله والله انت بعد اشوف قدام عينك وهذا صبك يوصل وانا بالنسبه لموضوع الصبات هسه راح اسولف فيه يعني هسه العلم ترى مرقمين يعني هاك انا مرقم يعني وجاي يركضون وراي هاك هذا رقم يعني وصولي هذا رقم وصولي انا امشي بالشارع وجاي يركضون ورانا والله وهاك اشوف انت رهنا مو هو يعني مو تقول مثل باقي المناطق الشعبيه واحنا خالق جبناها عماله وضيم بضيم وين نروح يعني تروح على الخلفيه تعرف انت والله حتى العماله صارت واسطات صحيح وحق ربك واحنا قلنا خلينا نتجه لهي الشغله يعني بركه الله والله يجوز واحدنا اليوم ما مشتغل يوميا وحق الله يشتغل بسته بسبعه يعني احنا مو منطقه شعبيه يعني هنا بس بداخل القضاء اي ونوبات معامين فخال احنا رحمه على والديك ريدك توصل صوتنا المحافظ بغداد رحمه على والديك وترى عن العلم يعني هنا القوات الامنيه ما مقصرين يعني بس احنا نطلب ذن قواتكم انهم مين جايين غير اخوتنا ابن عمك وبن خالك وبن اخوي كلها الدوام فاحنا نطالب ذن الفتحات رحمه على ذاك والديك ذن كم فتحه خادم ربك بس راح نكمل الحلقه ونخابر عمليات بغداد وموضوع هاي نريدها من يمك والله واليوم استريح يمنا دايم اهل المدان ترى هالكرم احنا وعلي يلا والنور رحم الله والديك حياتي سلام لك ورده سلمنا على الشباب اللي مستحين ما طلعوا بالشاشه عموما طبعا هسه احنا جايين نسولف والمنشات للزياره والزائرين يكونوا موجودين حجيشه شلونك شو اخبارك ان شاء الله زينه شلون الامور؟ مرتاح؟ الله يحفظك شلون عافيتك؟ شلونك انت؟ والله يعني نعمه بخير ذات مسال اثنين بناتهم الله يحفظك بس بدون جناسي ايش حاجه؟ اي والله ابوهن طيب وامهن طيبه وامهن بلا جناسي مربيناها احنا ابن اخوي ابوهن زين اي والله وليش ما يعني هم ما مسويين ما وديهم للعشتار احنا بعشتار ما يسجلونها ما يسجلون ايوه يقول جيب لنا جنسيه وانا بيبي عمه ابوهن مو بيته اي الاب وال مسجون وماكو جنسيه اثنين والله توم هم توم كبير صار اي هسه ثمانية زين المن لو توجهونا على انا بخدمت اي والله توجهونا على دائره انا اطلعهم وياه خدمت لازم اوليات اساسيه بس السنسخ اي والله مال جدهم سحقت تريلر نقل بري بالبصره جتهم ما عندهم محل توني اياهم صغيرونات وربيناهم والنعم اي فدوى لقلبك الله يسلمك يوم مدرسه شوف الجهال وهي ما عندها مدرسه المفروض هي بالثاني ابتدائي لا بالثالث وياهم اي والله اي فدوى لقلبك يا انا بخدمتك يوم بس اريد التليفون بس دقيقه هسه نكمل حتى اخابر وانا بخدمتك اعرف انا بالتليفون هسه انا اخابر لك على السيد اللواء يعني ما يقصر زين بس ما اعرف هسه راح اخابر ليش وانا بخدمتك زين انت شلونك حبيبي
زينة. فطومو كوثر. فطومو كوثر. اي انا فاطمة ديج كوثر. يا الاحلى فطومة لو كوثر. نفس الشكل. انا توم بعد. ها؟ انت احلى؟ اي. وكوثر. كوثر مو حلوة. لا ليش؟ زين. بال شو اشتريت لك اليوم من السوق؟ شو اشتريت لك حلويات؟ كل شيء تطلب تجيبي لها؟ واذا طلبت قراصات مثلا؟ لا شوف هي بعد كل شيء بعد شو تطلبين؟ كل شيء اطلب انا. هاي من تطلبين منها؟ احنا من يمنا شو تطلبين؟ اريد كل شيء ما اريد بس تسجلوني بالمدرسه. بس مدرسه؟ اي. ليش حبيبتي؟ بالمدرسه تريدين تسجلين؟ اي. والله. انت وفطومه؟ لا. انت وكوثر؟ اي. زين. بالمدرسه تحبين المدرسه انت؟ اي. تحبينها؟ اي. إذا كملت المدرسة إن شاء الله وطبيت بالمدرسة وداومتي إن شاء الله أدعيلهم بالسلامة. شوفين صديقاتك يروح على المدرسة؟ كلهم جيراننا يروحون وشون أنا معروف هي السؤال. لا هي كبيرة والسؤالف إيه؟ إيه السؤال فيلي؟ كأشوف دائما صديقاتي يروحون للمدرسة وأنا ضوج ضوجين؟ إيه دين ما مسجل المدرسة؟ إيه صديق شذيب حسن سجلت المدرسة ونطلع لك الجنسية زين؟ يلا حبيبتي الله يعطيك الصحة والعافية. انتظريني بس دقيقة انتظريني. ها ضحكتي هسه. ها حياة المواطنين الناس البسطاء من يسولفون يسولفون من كل قلبهم يعني يسولفون رسائل القلب توصل إلى القلب يعني النداء إلى السيد مدير عام الجنسية يعني الرجل ما مقصر ما فد يوم دزينا له مناشده وقال لا هاي ما تصير الرجل ما يقصر وهالبنوته هاي اللي حصرتها الدمعه وما خليتها تبكي ناشدتكم وانتم اهل غيره فقضيه جناسيها وقضيه انه مستمسكاتها وتفاصيلها اكيد راح توصل هذه المناشده واكيد راح يكون بها اجراء انا اللي راح اتواصل وياهم بشكل مباشر حتى نحل قضيتهم الحجه ايضا هي اللي متبنيتهم واطفال يعني تخنقها العبره من تقول اريد اروح المدرسه انا ما اريد اضغط عليها ولا حتى تنزل دمعتها لا مستحيل لانه بهالعمر وتريد تروح المدرسه فاكيد ما راح تقصرون وياها. عموما المنطقه بشكل او باخر هسه يمكن سولفنا احنا عن المنطقه بشكل عام لكن ما تحدثنا عن قضايا مهمه لان قاطعتنا الحجيه انه قضيه مهمه اللي هي انه هذا هذه المنطقه وهذا المرقد الشريف طبيعي يكون به مردود مادي والمردود المادي هو للمنطقه هو للمؤسسه اللي تقدم خدمه لهذه المنطقه وبالتالي المفروض يعني يكون افضل لشبابها اللي ناشدوا قبل قليل لقياده عمليات بغداد ايضا السيد يعني قائد عمليات بغداد المحترم اكيد ما مقصر الرجل يعني هم ندز له مناشدات هم توصل السيد احمد سليم وبالتالي هذه هي ما عندهم سبيل انه يوصلون للمسؤول بشكل مباشر فعن طريق هذه المؤسسه الاعلاميه يقدر يوصل الصوت نقدر نوصل للناس ونقدر نوصل ايضا للمسؤول وهذا حلقه وصل وبالتالي لازم نحل هذه المشكله او المشاكل اللي المتعلقة بحياة الناس احنا بالنسبة لموضوعة ايضا الزيارة وقضية انه الاهتمام بهذه المنطقة ان كان زراعي وعن الصعيد السياحي ايضا هم وزارة الثقافة المفروض ايضا وزارة الثقافة تهتم بالارث الحضاري والتراثي بهذه المنطقه لاهميته. ايضا الوزاره يمكن طاق كسره والمرقد وكل التفاصيل اللي ذكرناها تاريخيا المفروض ايضا تكون عليها المؤسسه بشكل او باخر تهتم بهذه القضايا. عاده ايضا تواجدنا الميداني يفسح للمسؤول كثير من القضايا انه يشوف بعينه. هسه يمكن الرجل قائم مقام ما ملتقين احنا ما مشاوفين وياه ما ملتقين بي بس من ينذكر يعني الناس تذكر انه هو مسؤول المنطقه هو اللي مسؤول على هذا المكان هو اللي
اللي يدير هذا المكان، وبالتالي الاهتمام بشكل أو بآخر بهذه الأماكن ضروري ومهمة جدا، لأنه العالم حول الدول يتعنى حتى يزور هذا المقام، وبالتالي ضروري جدا الاهتمام بها، وضروري جدا الاهتمام بالمنطقة اللي تحول هذا المكان. تقبلوا تحياتي وودي واحترامي للجميع بهذه الحلقة البسيطة والمتميزة بالمدائن وقرب مرقد سلمان المحمدي، وأكيد تاريخيا ذكرنا وزراعيا ذكرناها، ويعني سياسيا أيضا ذكرنا، وقصص كثيرة ذكرناها بحلقة اليوم. تقبلوا ودي واحترامي أنا أحمد ركابي والزملاء اللي رافقون اليوم بالحلقة، الزميل المصور علي فلاح ومساعد المصور عمر ستار. شوفكم باكر بخير وسلامة، وواحد من الناس يوميا على زاق رسيفي الساعة 9 الصبح، والإعادة الساعة 4 العصر والساعة 12 بعد منتصف الليل.